عايزين نروح بقى للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي قبل ما نتكلم عنه نروح بقى للأستاذ محمود درويش الصحفي والناقد بموقع وجريدة فيتو. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا كابتن أسامة، وأهلا بكل جماهير قناة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وبرنامج الأشبال، من البرامج المميزة اللي الواحد حريص إن هو يتابعها باستمرار، وبتلقي الضوء على الناشئين في مختلف ربوع مصر. واحنا سعداء ان حضرتك تكون موجود معانا على شاشه قناه الاهلي. عايز اخد راي حضرتك في عوده المسابقات مره اخرى بعد توقفها. ان شاء الله يوم الخميس القادم هترجع مسابقات دوري الجمهوريه مواليد 99 ان شاء الله، بعد توقف اكثر من شهر بسبب طبعا تداعيات فيروس كورونا. نتمنى ان شاء الله ان احنا ننتهي من موضوع الفيروس، وان مصر كلها ان شاء الله تكون سالمه من هذا الوباء. في الانديه اكثر من نادي، او الانديه كلها اللي هي دوري الجمهوريه مستعده استعداد طيب لبدايه المسابقات. اقاموا اكثر من مباراه وديه خلال الفتره الماضيه. تمام. الانديه استعدت لتجهيز ملاعب تحت اللي هي مضاءه لمسابقتي 2003 و2006، لان طبعا زي ما حضرتك عارف في شهر رمضان في اكثر من مباراه هتتلعب تحت الاضواء الكثيفه الساعه 9:30 مساء. نادي المقاولين العرب حط الملعب الفرعي في النادي ان هو يكون ستاند باي ان هو يستضيف المباريات. نادي انبي الملعب رقم 2. طبعا النادي الاهلي طبعا في عنده اكثر من ملعب مجهز لمبارياته في اللي هي تحت الاضواء الكاشفه في قطاع الناشئين، وغيرهم من انديه الدوري الجمهوري. وده شيء مهم جدا وتعاون مهم جدا من الانديه كمان، يعني مع الامارات ومع اتحاد الكره علشان استكمال البطوله. استكمال البطوله شيء مهم جدا. استاذ محمود، دلوقتي مواليد 99 و2001 هيتم استكمال البطوله قبل رمضان، صح كده؟ يعني 99 و2001 ان شاء الله هينتهوا قبل شهر رمضان، يعني يوم 11 يوم 12 ابريل القادم ان شاء الله هيكون المسابقتين دولت خلصوا، لان طبعا هم باتحاد الكوره خلى المسابقتين دولت من دور واحد عكس 2003 و2006 اللي هم بيلعبوا من دورين. طبعا 2003 و2006 عشان في وجود منتخبي مصر، 2003 اللي بيقودوا فنيا الكابتن محمود جابر، و2006 الكابتن مؤمن سليمان. طبعا احنا عاوزين نعمل قاعده من ان احنا نعمل قوام لمنتخب 2003 وقوام لمنتخب 2006، فبالتالي كان اتحاد الكوره صمم ان يلعب المسابقه دي من دورين. وطبعا ده مهم طبعا عشان خاطر احنا دلوقتي بنبحث على لعيبه ومواهب ان احنا نقدر نكون منتخب يكون قادر على تمثيل مصر في البطولات الافريقيه ويقطع اسم مصر ان شاء الله بين المنتخبات. طيب عايز اخدك بقى لمنطقه ثانيه. احنا الحمد لله استكمال البطولات الجمهوريه، طيب صعوبه استكمال بطولات البراعم بقى والمناطق اخبارها ايه؟ بطولات المناطق اقول لك في رقبه اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره لحد الان لم يخبر المناطق بموعد بدء مسابقات المناطق بمسابقات المناطق للناشئين والبراعم. يعني دلوقتي المفروض ان المناطق مستنيه خطابات من اتحاد الكوره على بخصوص خطه مسابقات الناشئين والبراعم. ده للموسم القادم ولا استكمال الموسم ده يا استاذ محمود؟ الناشئين والبراعم في المناطق هتكون صعبه جدا. ليه؟ لان طبعا ما فيش الانديه اللي هي مراكز الشباب والانديه اللي هي تبع المناطق اغلبيتها انديه طبعا امكانياتها محدوده، ما عندهاش المقومات ان هي تلعب تحت اضواء كاشفه في رمضان. فبالتالي ان مسابقات الناشئين طبعا احنا بنتكلم في فتره 10 ايام قبل شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات. ان هم يلعبوا وان هم يلعبوا في رمضان كمسابقات ناشئين وبراعم، انا شايف انها هتبقى صعبه جدا يا كابتن اسامه. طيب عايز اخدك بقى لحاجه مهمه جدا، وانت بتغطي يعني كل قطاعات الناشئين في مصر بشكل كبير، وفيتو ما شاء الله يعني عامله شغل كبير في المنطقه دي. عايز اخد منك بقى ابرز التغييرات في قطاعات الناشئين خلال الموسم ده او خلال الموسم القادم، يعني مين اللي بيستعد ابرز التغييرات سواء في القطاعات سواء في انضمام لاعبين سواء في الاختبارات حتى. انا دلوقتي في جزئيه مهمه يا كابتن اسامه، شكل البطولات هيبقى عامل ازاي الموسم اللي جاي، ده طبعا هيحدد عليه حاجات كتير. يعني انت دلوقتي احنا كبدايه مسابقات كمان في الموسم الجديد
احتمال تبقى في شهر اغسطس، يعني في منتصف اغسطس المقبل، يعني ممكن فتح باب القيد يبقى في شهر يوليو اول يوليو. في مسابقات هتبقى خلاص، يعني ممكن مسابقه 99 دي خلاص اخر موسم السنه دي، ما عادش هيبقى في 99. ممكن 2000 تبقى مناقص. وانت بتتكلم معانا يا استاذ محمود، احنا دلوقتي عارضين جداول المسابقات اللي هيتم استكمالها 99 و2001 و2003 و2006 معانا على الشاشه وحضرتك بتتكلم. اتفضل يا استاذ محمود. تمام تمام. اتفضل. طبعا المسابقات دوري الجمهوريه انا شايف ان السنه الجايه كمان اتحاد الكوره ممكن يعتمد تاني ان يكون في وجود مسابقه 2001 دوري الجمهوريه، 2003 دوري الجمهوريه، 2006 دوري الجمهوريه. الثلاث مسابقات دول يا كابتن اسامه هيكونوا لازم مهمين انهم يكونوا موجودين. على الرغم ان 2001 خرج من التصفيات المؤهله للامم الافريقيه اللي انتهت في موريتانيا عندها اولمبياد، بس لازم يكون موجود طبعا 2001 عشان اولمبياد باريس 2024. طبعا ده مهم، لازم نعد منتخب قادر ان هو يقدر يمثل مصر ان شاء الله، زي المنتخب اللي ان شاء الله بتاع كابتن شوقي غريب حاليا، وان شاء الله ممكن ان شاء الله بنتوقع ان هو يشرفنا في اليابان طوكيو يوليو المقبل باذن الله. طيب تتوقع استكمال تتوقع بدايه المسابقات الموسم القادم؟ يعني احنا دايما بنبتدي المسابقات في شهر 11 وشهر 12، تتوقع الموسم الجديد ممكن اتحاد الكره يبتدي بدري شويه ولا؟ عقد جلسه مع رؤساء قطاعات الناشئين وفي الجلسه دي اتفقوا على خطوط عريضه لمسابقات الموسم، وكانوا في الكلام بتاعهم ضمن الكلام ان هم هيلعبوا بدري، يعني بيحاولوا ان هم يلعبوا الموسم بدري. بالاضافه طبعا يا كابتن اسامه ان عملوا حاجه ثانيه، الكابتن محمود سعد مدير فني السابق في اتحاد الكوره كان عمل نظام ثاني ان هو يصعد الانديه من القسم الثاني او الثالث اللي هي تقدر تصعد لدوري الجمهوريه. فطبعا اتحاد الكوره لما جه النظام ده اتلغى، وطبعا بقى مقتصر على الانديه الموجوده في دوري الجمهوريه. يعني دلوقتي لو 18 نادي الو يا